السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح نكمل مع بعض إن شاء الله اليوم دورة أساسيات المحاسبة. موضوعنا اليوم عن المعادلة المحاسبية. رح نتحدث عن مفهوم العمليات المالية وما هي معادلة الميزانية. أيضا رح نشوف ما هو أثر المعاملات المالية على معادلة الميزانية. رح نتعلم مع بعض ما هي الحسابات وأنواعها، ورح نفرق بين قاعدة المديونية والدائنية. رح نتحدث أيضا عن قاعدة القيد المزدوج والقيد المحاسبي. بداية رح نحكي عن العمليات المالية. والعمليات المالية هي اللي بتقوم بها المنشأة من تكوين لرأس مال أو اقتراض للأموال، كذلك عمليات البيع والشراء والتحصيل والسداد إلى آخره. جميعها كلها هاي رح تكون في صورة مالية زي ما حكينا في المحاضرة السابقة، نعبر عنها باستخدام وحدة النقود. مفهوم معادلة الميزانية. معادلة الميزانية بشكل مبسط، لازم عندي استخدامات الأموال تساوي مصادر الأموال، بمعنى إنه مال المنشأة من أموال يجب أن يتساوى بما عليها من التزامات تجاه الغير بما في ذلك الملاك. إحنا حكينا الالتزامات أو الخصوم هي التزامات للغير، حقوق ملكية هي التزام للملاك. بمعنى استخدامات الأموال يعني ممتلكات المنشأة لازم تساوي مصادر الأموال، سواء كانت مصادر الأموال من الغير أو من الملاك. معادلة الميزانية يعني أصولي لازم تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات ناقص عندي المصروفات. إحنا تعلمنا إنه مقابلة الإيرادات المصروفات اللي هي عندي قائمة الدخل، يعني أنا لما أقابل الإيراد بالمصروف لازم يطلع عندي صافي ربح أو خسارة. إذن الأصول لازم عندي تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات ناقص المصروفات. لو جبنا المصروفات لبعد اللي يساوي بتتغير إشارتها، الأصول زائد المصروفات تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات. هاي عندي معادلة الميزانية. طبعا أصولي طبيعتها مدينة، والخصوم وحقوق الملكية طبيعتها دائنة. رح نتعلم كمان شوي شو يعني مدين وشو يعني دائن. إذن معادلة الميزانية أصولي لازم تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. الآن ما هي أثر المعاملات المالية على معادلة الميزانية؟ طبعا العمليات اللي بتترتب عليها إذا زاد عندي الأصل لازم يقابله زيادة في حقوق الملكية، زيادة في الخصوم، ونقص في أصل آخر. بمعنى مثلا أنا قمت بشراء عندي أثاث، شو لازم يقابله هون؟ لازم يقابله مثلا أنا شريت أصل أثاث، مثلا لازم يقابله زيادة في الخصوم. مثلا أنا شريته، مثلا شريت أثاث بقرض، أخذت قرض من البنك، بمعنى التزامي زاد، تمام؟ أو ممكن عندي حقوق الملكية تزيد أو ينقص أصل آخر، بمعنى أنا شريت أثاث دفعته نقدا، النقد أصل متداول، بمعنى أصل ثابت زاد أصل متداول نقص. إذن ما هو الأثر على العمليات اللي بترتب عليها زيادة أصل؟ أول شيء ممكن عندي يعني ممكن زيادة في حقوق الملكية أو زيادة في التزامات أو نقص في أصل آخر. شريت سيارات ممكن عندي زي ما حكيت على شريت سيارات على الحساب، بمعنى زاد عندي أصل وزاد عندي دائنون، بمعنى زاد عندي الخصوم بالمقابل. أو مثلا عندي شريت سيارات مثلا بشيك، معناته زاد عندي أصل ونقص عندي البنك أصل آخر، وهكذا. طيب ما هي الأثر على العمليات اللي بترتب عندي نقص في أصل؟ إذا نقص عندي أصل ممكن إنه ينقص الخصوم، جهة الخصوم تنقص، أو تنقص عندي حقوق الملكية، أو يزيد أصل آخر. بمعنى نعكس مثلا نقص عندي البنك
زاد عندي مثلا السيارات، نقص عندي مثلا أصل، نقصت عندي الخصوم مثلا سددت، فبدها تنقص عندي التزاماتي وهكذا. إذا لازم نعرف إنه إذا زاد عندي أصل ممكن يزيد عندي حقوق ملكية أو يزيد عندي خصوم أو ينقص أصل آخر. العمليات اللي بترتب عليها نقص أصل ممكن عندي ينقص في حقوق الملكية أو ينقص خصوم أو عندي يزيد أصل آخر. الآن تؤدي الإيرادات إلى مثلا زيادة في الأصول أو نقص في الالتزامات أو كلاهما مثلا مع زيادة في حقوق الملكية. المصروفات تؤدي إلى نقص في الأصول أو زيادة التزامات أو كلاهما مع نقص مماثل في حقوق الملكية. رح نشوف في الحالات العملية رح توضح معنا هذا الأمر أكثر. ملاحظة، مهما كانت عندي العمليات المالية سواء زاد الأصل أو نقص أو زاد أصل مع زيادة في حقوق ملكية أو زاد أصل مع زيادة في خصوم أو زاد أصل مع نقص في أصل آخر أو العكس، لازم عندي دائما يكون عندي تساوي في معادلة الميزانية. بمعنى لازم عندي الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، أو الأصول زائد المصروفات تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات. في أي أثر كان على أي حساب من هذه الحسابات، لازم عندي الأصول دائما زي الميزان، الأصول تساوي المصروفات، هون جهة الميزان والجهة الأخرى لازم دائما ميزان متساوي، الأصول زائد المصروفات تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإيرادات. نشوف مع بعض مثال. قرر محمد البدء في نشاطه الخدمي وذلك بإنشاء مؤسسة لنقل الركاب، حيث قام بالعمليات التالية. العملية الأولى، خصص مبلغ قدره 1,000,000 ريال أودعه في حساب الشركة ببنك الرياض كرأس مال للمنشأة. نشوف شو الحسابات الموجودة عندي. موجود عندي البنك أصل متداول، وموجود عندي رأس المال اللي هو حقوق الملكية. بمعنى هون زاد أصل وزادت عندي حقوق الملكية زي ما وضحنا سابقا. أثر العمليات هاي هون، العمليات التي يترتب عليها زيادة أصل ممكن عندي يصير عندي زيادة في حقوق الملكية. هاي نرجع للسؤال، هون زاد عندي أصل وزادت عندي حقوق الملكية. إذن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. طبعا ما نزلنا الخصوم لأنه أنا ما عندي هون خصوم بالسؤال، عندي فقط أثر على الأصول وأثر على حقوق الملكية. بمعنى 1,000,000 ريال في البنك لازم يساوي 1,000,000 كرأس مال. ملاحظة، يترتب على العملية وجود حساب المنشأة لدى البنك وهو يعتبر أصل يقابل التزام على المنشأة تجاه مين؟ الملاك، لأنه رأس مال ب1,000,000 ريال نفس القيمة. أكيد حكينا شو مسار على العمليات المالية، لازم عندي الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. 1,000,000 في البنك يقابل 1,000,000 في كرأس مال حقوق ملكية. نشوف شو العملية الأخرى، اشترى مبنى ليمارس به نشاط بقيمة 200,000 ريال سددها بشك. شو الأثر هون أو شو العمليات المالية؟ عندي هون مبنى زاد بقابله بنك إيش؟ نقص. بقابله بنك عندي نقص، بمعنى زاد أصل نقص أصل آخر. طبعا المبنى أصل ثابت والبنك أصل متداول. الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. في العملية السابقة كان عندي 1,000,000 في البنك، أخذت منهم 200,000 ريال شريت مبنى. إذن 200,000 مبنى، 1,000,000 بنقص منها 200,000، 800,000 ريال في البنك، ورأس المال ما صار عليه أي شيء 1,000,000 ريال. إذن 200,000 ريال زائد 800,000 بمعنى 1,000,000 يقابله 1,000,000 آخر.
ملاحظة يترتب على هذه العملية ظهور بند جديد اللي هو المباني طبعاً لاستخدامات الأموال. حكينا الأصول تسمى استخدامات أموال، الخصوم وحقوق الملكية هي عبارة عن مصادر أموال، لازم استخدامات أموالي تساوي مصادر أموالي. طبعاً زي ما حكينا ظهور بند جديد اللي هو المبنى أصل ثابت بقيمة 200,000 ريال، يقابله عندي نقص في أصل آخر اللي هو البنك، بحيث انخفضت قيمته من 1,000,000 ريال إلى 800,000 ريال ليصبح رصيد البنك 800,000 ريال، ومعادلة المحاسبة ظلت في توازن 1,000,000 يقابل 1,000,000. شوف العملية اللي بعدها، اشترى سيارات لنقل الركاب قيمتها 600,000 ريال من شركة الجميح، سدد نصف القيمة بشيك والباقي على الحساب. دائما لازم نتعلم انه الشراء على الحساب بفتح بند اخر في جهة الخصوم اسمه دائنون. دائنون يعني عندي التزام انا لشركة الجميح بنصف المبلغ، عندي التزام لشركة الجميح بنصف المبلغ. طيب العملية السابقة نتذكرها، كان عندي مباني وبنك ورأس مال، شريت سيارات بقيمة 600,000، سددت نصف القيمة بشك، بمعنى أنا راح أخذ 300,000 ريال من مين؟ من البنك. أنا عندي سابقا كان البنك 800,000 ريال، أخذت منه 300,000 ريال، أصبح عندي البنك 500,000 ريال، وبضيف عندي قيمة السيارات كاملة بجهة الأصول. إذا 600,000 ريال شريت سيارات، المباني ما صار عليها أي شيء 200,000 ريال، البنك زي ما حكينا بنقص منه نصف المبلغ اللي هو 300,000 ريال، أصبح 500,000 ريال. بنروح على جهة الخصوم وحقوق الملكية، طبعا رأس المال ما صار عليه أي شيء، وفي العادة إحنا رأس المال بضل ثابت إلا إذا خفضنا رأس المال أو زدنا رأس المال. زائد حكينا إحنا شراء على الحساب دائنون، بمعنى أنا عندي التزام لشركة الجميح بقيمة 300,000 ريال. وزي ما بنلاحظ انه الاصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، جهة الاصول 1,300,000 ريال يقابلها 1,300,000 ريال عند الخصوم وحقوق الملكية. طبعا ملاحظة، يترتب على هاي العملية ظهور بند جديد لاستخدامات الاموال اللي هي السيارات بقيمة 600,000 ريال، يقابل نقص في اصل اخر اللي هو البنك اصبح 500,000 ريال، وظهور التزام على الشركة تجاه الآخرين وهم شركة الجميح الدائنون بالمبلغ المتبقي 300,000 ريال، وبذلك تصبح المعادلة المحاسبية، هاي لازم نركز عليها دائما، في حالة توازن. نكمل مع بعض مثال آخر. قرر حامد البدء في نشاطه التجاري، وذلك بإنشاء مؤسسة جوالات أسماها التقنية الحديثة، وقام بالعمليات التالية. العملية الأولى، خصص مبلغ قدره 500,000 ريال من ماله الخاص لهذا المشروع، أودع المبلغ في حساب المنشأة ببنك الرياض كرأس مال للمنشأة. هون في عندي حسابين تأثروا اللي هو البنك أصل متداول، وعندي حقوق الملكية اللي هي رأس المال. زي ما حكينا الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. عندي الأصول اللي هي استخدامات الأموال 500,000 ريال في البنك، أودعناهم كرأس مال للمنشأة، حقوق الملكية 500,000 ريال. إذن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية، 500,000 ريال البنك يساوي 500,000 ريال كرأس مال للمنشأة. ملاحظة، يترتب على العملية وجود حساب المنشأة لدى البنك هيو، وهو يعتبر أصل متداول، يقابل عندي التزام لدى الملاك ب 500,000 ريال، بمعنى عندي المعادلة في حالة توازن. العملية الثانية، اقترضت منشأة حامد مبلغ 200,000 ريال من بنك الرياض لاستكمال مستلزمات بدء النشاط، تم إيداعها في حساب المنشأة بالبنك. أخذنا قرض من بنك الرياض وأودعناه في البنك. أنا كان عندي رصيد البنك 500,000 ريال،
أودعت فيه 200,000 ريال صار 700,000 ريال، لكن هون عندي الخصوم، صار عندي أثر على الخصوم. ليش؟ لأنه أنا أخذت قرض والقرض يعتبر التزام لدى الغير. فالأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. البنك 700,000 ريال يساوي 200,000 ريال قرض زائد رأس المال أنا ما لعبت فيه، بمعنى زي ما هو 500,000 ريال. إذن معادلة الميزانية 700,000 ريال يقابلها 700,000 ريال. ملاحظة، يترتب على هذه العملية زيادة في الأصول المنشأة اللي هي زاد عندي أصل متداول بقيمة 200,000 ريال أصبح 700,000 ريال، ويقابله أيضا زيادة في الخصوم زي ما حكينا الأثر على الزيادة في الأصل. إذا زاد أصل ممكن تزيد حقوق الملكية أو تزيد عندي الخصوم أو ينقص عندي أصل آخر. هون شو العملية؟ زاد عندي أصل وزادت عندي الخصوم، هي يقابل زيادة في الخصوم اللي هي القرض، وهو القرض بنفس القيمة طبعا 200,000 ريال، ومعادلة المحاسبة ظلت في حالة إيش؟ في حالة توازن، في حالة توازن. العملية الثالثة، اشترت منشأة حامد مبنى بمبلغ 250,000 ريال ليكون مقرا للنشاط، وقد تم سداد القيمة لصاحب المبنى بشك، بمعنى هون عندي زاد أصل ونقص أصل آخر. زادت عندي المباني بقيمة 250,000 ريال، وكان عندي البنك 700,000 ريال خصمت منه 250,000 ريال أصبح عندي 450,000 ريال. هنا لو نشوف إحنا نلاحظ إنه التغيير فقط على جهة واحدة اللي هي استخدامات الأموال، زيادة أصل ونقص أصل آخر. الخصوم وحقوق الملكية ما صار عليها أي تغيير، ما صار لا سددت قرض أو أخذت قرض آخر أو خفضت أو زدت برأس المال، فهون ما صار عليها أي تغيير، فقط التغيير كله على جهة استخدامات الأموال فقط هون. مع ملاحظة أنه معادلة المحاسبة في حالة توازن، 700,000 ريال في جهة استخدامات الأموال يقابلها 700,000 ريال في مصادر، في جهة مصادر الأموال. طبعا ملاحظة زي ما حكيت، يترتب على هذه العملية ظهور بند جديد لاستخدامات الأموال اللي هو المباني، أصل ثابت بقيمة 250,000 ريال يقابل في نقص آخر في أصل آخر اللي هو بنك، وهو أصل متداول بقيمة 250,000 ريال ليصبح رصيد البنك 450,000 ريال. طبعا زي ما حكينا ما تأثرتش جانب مصادر الأموال، وبذلك تصبح معادلة المحاسبة في حالة إيش؟ توازن. العملية الرابعة، اشترت منشأة حامد أجهزة تكييف وحاسب آلي من محلات الهدى بمبلغ 50,000 ريال وتم سداد إيش؟ بشك، بمعنى أنا شريت خلينا نسميها آلات ومعدات بقيمة 50,000 ريال. آلات ومعدات هي أصل ثابت ضمن عائلة استخدامات الأموال طبعا، وتم السداد بشيك. هون زاد أصل أيضا نقص أصل آخر، إذا بنلاحظ نفس الشيء ما تأثرش جانب مصادر الأموال، ومعادلة المحاسبة ظلت في حالة توازن هي 700,000 ريال يقابل 700,000 ريال. نشوف الأثر على استخدامات الأموال. هون اشترينا منشأة، اشترت المنشأة حامد آلات ومعدات بقيمة 50,000 ريال، هيها 50,000 ريال، لكن سددنا القيمة بشيك، بمعنى نقص عندي البنك كان 450,000 ريال أخذنا منه 50,000 ريال أصبح 400,000 ريال. العملية الخامسة، سحبت منشأة حامد مبلغ 100,000 ريال من البنك وأودعته في صندوق المنشأة. طبعا البنك والصندوق اثنين عبارة عن أصل متداول، هون نقص أصل زاد أصل آخر، بمعنى البنك كان 400,000 ريال أخذت منه 100,000 ريال اللي أصبح 300,000 ريال أودعتها في الصندوق، الصندوق أصبح 100,000 ريال. يعني أيضا الأثر فقط على جهة استخدامات الأموال، ولكن ظلت معادلة المحاسبة في حالة إيش؟ توازن، 700,000 ريال يساوي 700,000 ريال. وإذا بنلاحظ أيضا ما تأثرت جانب مصادر الأموال، ما تأثر. ليش؟ لأنه ما كان في أي تغيير على الخصوم أو أي تغيير على حقوق الملكية. ملاحظة،
يترتب على هذه العملية ظهور بند جديد لاستخدامات الأموال، وهو النقدية اللي هو أصل متداول بقيمة 100,000 ريال يقابله نقص في أصل آخر اللي هو البنك، زي ما لاحظنا كان 400,000 ريال نقص ل 300,000 ريال. طبعا مع عدم تأثر جانب مصادر الأموال وبقاء معادلة الميزانية أو معادلة المحاسبة في حالة توازن. العملية السادسة، قامت منشأة حامد بشراء أثاث وتجهيزات للمنشأة من شركة الأمل بمبلغ 70,000 ريال، دفعت منها 40,000 ريال نقدا والباقي على الحساب. زي ما حكينا ما ننساها، شراء على الحساب بمعنى فتح حساب آخر اسمه الدائنون. هون أنا دائنون يعني عند التزام لمين؟ لشركة الأمل. يعني أنا ما سددت شركة الأمل بمبلغ هنا كان 30,000 ريال، لأنه أنا دفعت 40,000 ريال نقدا. نرجع للعملية السادسة، قامت منشأة حامد بشراء أثاث. الأثاث كم قيمته؟ 70,000 ريال. مباشرة بحط 70,000 ريال أثاث وتجهيزات في جهة استخدامات الأموال. الآن أنا كيف سددتها؟ دفعت 40,000 ريال نقدا. نقدا معناته أنا لساتني عن جهة استخدامات الأموال، بمعنى الصندوق كان 100,000 ريال، أخذت منه 40,000 ريال، أصبح 60,000 ريال. طيب والباقي على الحساب معناته في 30,000 ريال أنا لسه ما دفعتهم، بدي أدفعهم لبعدين، معناته بفتح حساب آخر اسمه الدائنون، والدائنون يعتبر خصوم أو التزامات متداولة اللي هي بقيمة 30,000 ريال لمين؟ لشركة الأمل. بمعنى برجع بحكي، أنا ما سددت شركة الأمل 30,000 ريال، ومع ذلك بقيت عندي معادلة المحاسبة في حالة توازن 730,000 ريال يقابلها في مصادر الأموال 730,000 ريال. ملاحظة، يترتب على هاي العملية ظهور بند جديد في جانب استخدامات الأموال اللي هو الأثاث بقيمة، ما ننسى أنه قيمة الأثاث بحطها كاملة 70,000 ريال، يقابله نقص في أصل آخر اللي هو الصندوق. الصندوق يعتبر أصل متداول، وأيضا يقابله عندي نشأ عندي التزام على المنشأة في جانب مصادر الأموال لزيادة عندي في الخصوم بقيمة 30,000 ريال، وبذلك تصبح عندي معادلة المحاسبة في حالة إيش؟ توازن. في حالة توازن العملية السابعة، قامت منشأة حامد بشراء بضاعة، والبضاعة بنعتبرها بضاعة أو مخزون نعتبره برضو أصل متداول من شركة الهلال، وسددنا قيمتها بشكل. هون رح يكون بس الأثر على جهة استخدامات الأموال، بمعنى أنا زادت عندي المخزون، زاد عندي 200,000 ريال، ونقص عندي أصل آخر أصل متداول اللي هو البنك بقيمة 200,000 ريال. يعني البنك لو نرجع للعملية السابقة كان 300,000 ريال، أخذت منه 200,000 ريال، أصبح 100,000 ريال، وتصبح أيضا معادلة المحاسبة في حال التوازن، هاي متفقين عليها، الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. ملاحظة، يترتب على هذه العملية ظهور بند جديد ضمن استخدامات الأموال وهو البضاعة، ويعتبر أصل متداول بقيمة 200,000 ريال يقابل نقص في أصل آخر وهو رصيد البنك، والبنك أيضا أصل متداول، أخذنا منه 200,000 ريال ليصبح 100,000 ريال، وبذلك تصبح معادلة المحاسب أيضا في حالة توازن. العملية الثامنة، سددت منشأة حامد مبلغ 10,000 ريال من المبلغ المستحق عليها لشركة الأمل بشك. نرجع ل شركة الأمل ونشوف كم كان عندي أنا التزام لشركة الأمل. هيها 30,000 ريال دائنون لشركة الأمل. العملية الثامنة كانت إنه سددنا لشركة الأمل، كم سددنا؟ 10,000 ريال من مين؟ بشك. إذن البنك عندي لازم ينقص بقيمة 10,000 ريال. البنك كان عندي 100,000 ريال، أخذت منه 10,000 ريال، أصبح 90,000 ريال. أيضا
كنت أنا عندي التزام لشركة الأمل بقيمة 30,000 ريال، أخذت منه أو سددت سوري 10,000 ريال، أصبح عندي التزامي فقط 20,000 ريال. بمعنى كانت شركة الأمل بدها مني 30,000 ريال، سددتها 10,000 ريال، أصبح عندي، أصبحت شركة الأمل بدها مني فقط 20,000 ريال، ومع ذلك بقيت عندي معادلة المحاسبة في حالة توازن. إذن ملاحظة يترتب على هذه العملية، نقص في أصل اللي هو البنك، نقص في بقيمة 10,000 ريال ليصبح 90,000 ريال، وأيضا يقابل نقص في الالتزامات اللي هي الدائنون شركة الأمل بنفس القيمة ليصبح عند الدائنون 20,000 ريال، وبذلك تصبح معادلة المحاسبة في حالة توازن. حالة تطبيقية أخرى، ولكن رح نحلها أيضا بطريقة مخالفة، رح نحلها على طريقة جدول قسمناه إلى رقم عملية، تاريخ العملية المالية، الأصول هيها باللون الأزرق، والخصوم حقوق الملكية في اللون الأصفر. الأرباح والخسائر هون بنقصد فيها الإيرادات وحقوق الملكية، الإيرادات وحقوق الملكية، إذا كان إيراد بحطه بالزيادة، وإذا كان مصروف بحطه بإشارة ناقص. رح نشوف مع بعض كيف. نشوف عملية عملية ونتبع معها مع الحل. هون فيما يلي العمليات المالية التي تمت بمنشأة الأجنحة العربية لشركة أو لشحن البضائع خلال شهر محرم 1426 هجري. العملية الأولى، ما ننسى التواريخ مهمة جدا، في 1/1 أودع صاحب المنشأة 600,000 ريال في حساب جاري في بنك الرياض باسم المنشأة. هون نقصد فيها باسم المنشأة بمعنى كرأس مال للمنشأة. طيب شو الحسابات الموجودة عندي؟ أول حساب كان البنك، وثاني حساب اللي هو رأس المال. بمعنى البنك عندي زاد ب600,000، وأيضا يقابل في حقوق الملكية زاد عندي ب600,000 اللي هي رأس المال. يعني هون بمعنى هذا السؤال بوضح لي شو الأثر رح يكون على العمليات المالية، سواء إذا زادت الأصول أو نقصت الأصول، شو عم بيصير؟ زي ما حكينا، إذا زادت الأصول ممكن عندي يزيد عندي الخصوم، أو تزيد عندي حقوق الملكية، أو ينقص أصل آخر. وإذا نقصت عندي الأصول ممكن عندي تنقص الخصوم، أو تنقص حقوق الملكية، أو يزيد عندي أصل آخر. هذا هو الأثر على الأصل سواء زاد أو نقص. نشوف مع بعض. هاي عندي النقدية زادت ب600,000، طبعا اللي هي العملية الأولى، التاريخ 1 جون. النقدية بالبنك 600,000 ريال زادت ب600,000 ريال، قابلوا عندي زيادة في رأس المال بقيمة 600,000 ريال. نشوف العملية الأخرى، في 1/3 تم شراء مبنى اللي هو أصل ثابت بمبلغ 250,000 ريال، سددنا نصف المبلغ بشيك والباقي على الحساب. طيب شو زاد عندي هون؟ زادت عندي المباني بكم؟ ب250,000 ريال. طيب سددت نصف المبلغ بشيك، بمعنى عند البنك نقص بنصف المبلغ ب125,000 ريال، والباقي على الحساب. زي ما حكينا سابقا، شريت على الحساب، بمعنى راح افتح حساب اخر على جهة الخصوم باسم دائنون، يعني عندي التزام بنصف المبلغ اللي هو 125,000 ريال. طبعا زيادة في الالتزامات، هون نقص في الأصول، هون زيادة في المباني، زيادة في الأصول. طب نشوف مع بعض. المباني زادت بقيمة 250,000 ريال، سددت نصف المبلغ من البنك بقيمة 125,000 ريال، هيو ناقص، ولكن بالمقابل أيضا زاد عندي التزام لدى الغير بقيمة 125,000 ريال زائد. تمام، إذا زاد عندي أصل هون، نقص عندي أصل آخر، وزاد عندي جهة الخصوم بقيمة 125,000 ريال بحساب بنطلق عليه دائنون.
نشوف مع بعض العملية الثالثة. تم الحصول على قرض، قرض يعني جهة الخصوم، من صندوق التنمية العقاري بمبلغ 300,000 ريال، يسدد بعد 3 سنوات. إذا القرض أنا راح أسده بعد 3 سنوات. تم إيداع مبلغ القرض وين؟ في البنك. إذا هون عندي حسابين، قرض جهة الخصوم زاد بقيمة 300,000 ريال، وأيضا البنك عندي أصل متداول زاد بقيمة 300,000 ريال. نشوف مع بعض العملية رقم 3، 5 جون، البنك زاد بقيمة 300,000 ريال، وأيضا قرض زاد عندي جهة الخصوم بقيمة 300,000 ريال. نشوف العملية الرابعة، تم شراء سيارتين لشحن البضائع من شركة الجميح بمبلغ 150,000 ريال للسيارة الواحدة. أنا هون عملية شراء، لكن نشوف مع بعض أنه على أن يتم سداد المبلغ الإجمالي على 5 أقساط متساوية. سواء حكالي شريت على الحساب أو شريت بدي أسدد على دفعات، كل هذا التزام علي، رح يكون التزام للغير بجهة الخصوم. طيب أنا شريت سيارتين بقيمة 150,000 لكن للسيارة الواحدة، بمعنى جهة الأصول هنا أصل ثابت، سيارات رح تكون عندي قيمتها 300,000 ريال، لأنه أنا شريت سيارتين 150,000 ريال للسيارة الواحدة، إذن سيارتين 300,000. على أن يتم سداد المبلغ على 5 أقساط متساوية، بمعنى أنا عندي التزام لشركة الجميح بقيمة 300,000 ريال. طب وين بحطها؟ بحطها مباشرة جهة الدائنون. نشوف مع بعض العملية الرابعة، 8 جون، هي سيارات بقيمة 300,000 ريال زيادة، وأيضا دائنون عند التزام لشركة الجميح بقيمة 300,000 ريال. شوف العملية رقم 5، تم تحويل مبلغ. هنا أنا أخذت 50,000 ريال من الحساب الجاري بالبنك ودغري مباشرة أودعته في الصندوق، بمعنى البنك عندي نقص بقيمة 50,000 ريال، وزاد عندي أصل آخر، هو أصل الاثنين أصل متداول، زاد عندي الصندوق بقيمة 50,000 ريال. شوف العملية رقم 5، البنك نقص ب50,000 ريال، لكن أنا عندي نقدية بالخزينة أو البنك أو سوري الصندوق بنسميه بقيمة 50,000 ريال. تمام، يعني أنا أخذت من البنك 50,000 ريال وأودعتهم بالصندوق، سواء سميت نقدية بالخزينة أو صندوق ما في مشكلة، نفس المعنى، زاد عندي بقيمة 50,000 ريال. تشوف العملية رقم 6، تم شراء عدد ومهمات. عدد ومهمات برضو أصل، شحن البضاعة بمبلغ 150,000 ريال، سددنا منها 50,000 ريال بشيك والباقي على الحساب. زي ما حكينا شراء والباقي على الحساب معناته عندي دائنون. طيب العدد والمهمات كم قيمتها؟ 150,000 ريال زائد 150,000 ريال. طيب سددنا من البنك 50,000 ريال، ناقص 50,000 ريال جهة البنك، ومئة ألف ريال زيادة التزام علي بقيمة 100,000 ريال جهة الدائنون. نشوف مع بعض العملية رقم 6، عندي أنا شريت عدد ومهمات بقيمة 150,000 ريال، سددت من البنك ناقص 50 عندي أخذتهم من البنك، زائد 100 لسه أنا ما سددتهم دائنون التزام على المنشأة. نشوف مع بعض عملية رقم 7، تم شراء أثاث وتجهيزات لمقر المنشأة من شركة العامر بمبلغ 40,000 ريال، سددنا نصف المبلغ قيمتها بشيك والباقي سددناه نقدا. إذا هون عندي الأثاث زاد بقيمة 40,000 ريال، ونقص البنك بقيمة نصف المبلغ 20,000 ريال، وأيضا الصندوق أيضا نقص بقيمة 20,000 ريال. نشوف عملية رقم 7 مع بعض، هي 7، عندي أنا شريت أثاث هيو بقيمة 40,000 ريال، سددت من الصندوق نصف المبلغ 20,000 ريال، وسددت من الصندوق أيضا 20,000 ريال. طيب نشوف عملية رقم 8، في 20/1 تم التعاقد مع شركة المطلق للمفروشات على شحن بضائعها داخل المملكة.
هون احنا بنحكي تم التعاقد، يعني ما صارت عملية مالية، اذا لا يوجد اثر، لا يوجد اثر. شوف مع بعض، 8 لا يوجد اثر لان هذا مجرد تعاقد ولم تحدث معاملة مالية بعد، ما في معادلة او ما في معاملة مالية حدثت فلا يوجد اثر. تمام، نكمل مع بعض. 80 إيرادات شحن البضائع لحساب شركة المطلق بمبلغ 80,000 ريال، دغري بحط عند جهة أرباح وخسائر زائد 80,000 ريال. حصلنا نصفها نقدا. شو يعني حصلنا؟ حصل عكس سدد. هون حصلنا إجاني أنا، إجا للمنشأة كم؟ نصف المبلغ، معناته بروح للصندوق نقدا، صندوق بقيمة 40,000 ريال، والباقي يحصل بعد يومين. بمعنى الباقي يحصل بعد يومين يعني حقل المنشأة، حقل المنشأة بمعنى مدينون، يعني مدينون حق إلي، والمدينون هو عبارة عن أصل متداول. طيب نرجع نعيد مرة أخرى. في 25/1 بلغت إيرادات شحن بضائع لحساب شركة المطلق 80,000 ريال، بمعنى أنا بروح عن جهة أرباح وخسائر عند الإيرادات بحط زائد 80، حصلنا نصف المبلغ نقدا يعني 40,000 ريال زائد عند النقدية، والباقي يحصل بعد يومين وهو حق للمنشأة بمعنى زائد 40,000 ريال جهة المدينون. نشوف مع بعض رقم 9. رقم 9 في 25 جون، أنا عندي 80,000 ريال إيرادات ورح أحصل بعد فترة 40,000 ريال وزادت نقديتي بقيمة 40,000 ريال. نكمل مع بعض. في 26/1 سددت أو تم سداد فاتورة هاتف، الهاتف سواء هاتف كهرباء أجور عمال كلها هاي مصاريف، مصاريف مباشرة بروح عند أرباح وخسائر بحط ناقص وبحط المبلغ. كم سددت أنا؟ تم سداد تم سداد فاتورة الهاتف الخاص بصاحب المنشأة بمبلغ 2,000 ريال نقدا. خلينا نشيل هون لصاحب المنشأة ونحط للمنشأة، لأنه هون حلها للمنشأة، لأنه لو كانت لصاحب المنشأة هون بده يكون مسحوبات شخصية، فإحنا هون الحل كان مصروفات عادية. فنحكي الخاص بالمنشأة بقيمة 2,000 ريال نقدا، بمعنى عند الأرباح والخسائر راح نحط ناقص 2,000 ريال، وأيضا نقديتي نقصت بقيمة 2,000 ريال. نشوف مع بعض. هاي عندي الأرباح والخسائر مصاريف هاتف بقيمة 2,000 ريال، وأيضا أنا أخذت الدفعة من عندي النقدية، دفعت من النقدية الصندوق، فنقص عندي الصندوق أيضا بقيمة 2,000 ريال. في 27/1 تم تحصيل المبلغ المستحق على شركة المطلق بشك. نشوف هون شركة المطلق، نرجع بلغت إيرادات شحن البضائع لحساب شركة المطلق. احنا هون نشوف شو السؤال. تم تحصيل، انا هون عندي كان بدي من شركة المطلق رح حصل منها بعد يومين 40,000، وهون بحكي لي أنا تم تحصيل المبلغ، إذا حصلته بشك. هون شو بدي يصير عندي؟ البنك رح يزيد بقيمة 40,000 ريال، والمدينون رح تنقص عندي بقيمة 40,000 ريال. نشوف مع بعض. هيها 11، عندي البنك زاد بقيمة 40,000 ريال، وأنا كنت بدي منهم 40,000 ريال أخذتهم، فنقص المبلغ. كم بدي منهم؟ 0. تمام، فأنا حصلت من شركة المطلق فما بدي منهم الآن أي مبلغ. طيب في 28/1 تم سداد القسط الأول المستحق لشركة الجميح بمبلغ بشك. عندي كم هون؟ نرجع نشوف، عندي 60,000 ريال. نشوف أنا شركة الجميح اللي هي عندي السيارتين اللي أنا شريتهم، تم شراء سيارتين لشحن البضائع من شركة الجميح،
قيمة السيارتين كانت 300,000 ريال، على أن يتم السداد على 5 أقساط، بمعنى 300,000 ريال على 5 معناته أنا بدي 60,000 ريال. والآن تم سداد، أنا سديت القسط الأول المستحق علي لشركة الجميح. كم قيمة المبلغ؟ 60,000 ريال، بمعنى رح ينقص عندي الدائنون ورح ينقص عندي البنك. نشوف مع بعض، هي 12 نقص عندي البنك ونقص عندي الدائنون بقيمة 60,000 ريال. تم سداد أجور العمال المنشأة. حكينا أجور العمال، مصاريف، دغري بروح عند الأرباح والخسائر، بحط إشارة ناقص، كم المبلغ؟ 8,000 ريال. وأيضا أنا أخذته من الصندوق، أيضا الصندوق رح ينقص عندي بقيمة 8,000 ريال. وأيضا هون تم سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بالمنشأة بمبلغ 200,000 ريال نقدا، كما سددنا فاتورة هاتف بالخاص بالمنشأة بمبلغ 2,500 ريال بشيك. بمعنى هون عندي سداد فاتورة كهرباء، فاتورة الكهرباء رح مصاريف، دغري بروح عند الأرباح والخسائر بحط ناقص 200، وأيضا عندي فاتورة هاتف بقيمة 2,500 ريال، دغري بروح للمصاريف وبكتب ناقص 2,500 ريال. أول مرة رح ينقص عندي الصندوق بقيمة 200 ريال، والمرة الأخرى رح ينقص عندي البنك بقيمة 2,500 ريال. نشوف العمليات 13 و14. هاي عندي الأرباح والخسائر، أجور عمال نقصت بقيمة 8,000 ريال، وأيضا عندي أخذتهم أنا من الصندوق فنقص عندي الصندوق ب 8,000 ريال. العملية رقم 14 كان عندي عندي 200 اللي هي فاتورة كهرباء، سددت فاتورة كهرباء ب 200 ريال وأخذتهم من الصندوق، هيها 200 ريال. وأيضا عندي فاتورة هاتف بقيمة 2,500 ريال نقصت مصاريف وأخذتها لهون من المرة هاي من البنك فنقص البنك بقيمة 2,500 ريال. هيك عندي 14 عملية حسابية. إذا بنلاحظ ال14 عملية كانت، لكن عندي بقيت عندي الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية 1,432,300 ريال، وهون 1,432,300 ريال. طبعا هون الأثر النهائي بجمع وبطرح، طلع عندي حساب البنك، هون نفس الشيء المباني، السيارات، طبعا المدينون صفر، في عندي قيمة قرض، دائنون، رأس مال، أرباح وخسائر. شو مكان الأثر على العمليات الحسابية؟ بقيت عندي استخدامات الأموال تساوي الخصوم وحقوق الملكية. إن شاء الله هون بنكون خلصنا بعض العمليات الحسابية. بنكمل مع بعض إن شاء الله المحاضرة القادمة. يعطيكم ألف عافية.